عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني 29 سنة عن مشاركتها في النسخة المقبلة من مسابقة ملكة جمال الكون سنة 24. كأول سعودية تشارك في المسابقة التي ستقام في المكسيك في سبتمبر المقبل، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات العالمية زي ملكة جمال آسيا في ماليزيا، ملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط. رومي طبيبة أسنان بجانب كونها عارضة أزياء، ولم توضح القحطاني أن كانت ستمثل بلدها في المسابقة العالمية بشكل شخصي. خلينا بس نحط تحت الموضوع ده 100 خط، هل هي هتعمل ده بشكل شخصي ولا بصفة رسمية؟ لسه مش باين، فيما لم تعلن وزارة الثقافة ولا هيئتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون المشاركة في المسابقة. طبعا حضراتكم عارفين ان المسابقات اللي زي دي بتتطلب شوية تنازلات، يعني لبس معين، تصويرات مختلفة، و هل القحطاني هتخش المسابقة دي وتشترك فيها وترفع علم السعودية هناك ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بقى الفترة اللي جاية. بس خطوة حلوة يعني، جميلة، واي نوت، هي جميلة بصراحة. طبعا، وهي أمورة فعلا. هي فعلا حلوة. هي فعلا حلوة. اوكي.